ايه الاخبار يا دكتور؟ لحد دلوقتي تمام، بس التحاليل بتقول ان ده مش احسن حاجه. انت ماشيه على نظام دايت او اي حاجه؟ لا. طب كويس قوي، لان في سنك مش كويس. سني؟ اللي حصل لك ده هبوط في الدوره الدمويه، يعني لازم تاخدي بالك كويس جدا بعد كده. انا هخليكي تروحي، بس بشرط انك ترتاحي راحه تامه، لا شغل ولا مجهود ولا اي حاجه خالص، اكل ونوم وراحه. طبعا اكل ونوم وراحه ومفيش شغل. طبعا سهله جدا الواحد يعملها. بيتهيالي ان حضرتك هتتمي حاجه و40 الاسبوع ده. ايوه. طيب المرحله السنيه بقى والعمريه دي بتتطلب حاجات معينه لازم تاخدي بالك منها كويس جدا، عشان لو حصل لك تاني هبوط في الدوره الدمويه، للاسف في سنك ده في ناس كتير قوي بتموت بالطريقه دي. متشكره قوي يا دكتور حقيقه، ميرسي. مش عارفه اقول لك ايه. العفو. لا ما تقوليش حاجه، العفو. استاذنكم. اتفضلي. ميرسي يا دكتور. العفو. للاسف سنك ده في ناس كتير بتموت بالطريقه دي. خد عليا، دمرني. سن التسعين صعب. ممكن تسمعيها بعيد ميلادك. تحفة. صح؟ صح. بقولك ايه؟ نلحق نحتفل بعيد ميلادك قبل ما تنسى. فكرة حلوة. اتكل طبعا. قلت بيعملتي حاجة؟ يعني ما تبقيش كده سكتي خالص. صعب صعب.